السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم اليوم، يا رب تكونوا بخير. بناخد مع بعض اليوم درس جديد وهو نص شعري والقصيدة بعنوان نصائح طبيب. القصيدة تتسم بالطابع الإرشادي، وذلك بسبب ورود أفعال الأمر وكذلك أسلوب النهي في القصيدة. أخذنا قبل ذلك أن الفعل الأمر غرضه في القصيدة أو في النص بسبب النصح والإرشاد، فعندما أأمر شخص ما بفعل شيء فهذا يكون بغرض نصيحته أو إرشاده إلى فعل شيء. فقصيدتنا تتسم بكثير من أفعال الأمر وأسلوب النهي. النص الإرشادي يحتوي على مقدمة سردية بسيطة في البداية، وبها يفتتح الشاعر قصيدته عن النصيحة التي يريد أن يوجهها. رقم 2، تحتوي على المقطع الإرشادي، وهذا المقطع هو عبارة عن مجموعة من النصائح وكيفية اتباع هذه النصائح. رقم 3، تحتوي النص الإرشادي أو يحتوي النص الإرشادي أيضا على الخاتمة، وهذه الخاتمة يختتم بها الشاعر قصيدته بأهمية اتباع هذه النصائح وما العائد من ذلك. طيب، ما الفكرة العامة التي يتحدث عنها الشاعر في قصيدته؟ يتحدث عن المحافظة على صحة الجسم من خلال اتباع الإرشادات السليمة في كيفية المحافظة على جسم الإنسان. وقد أمرنا الله تعالى بالمحافظة على جسم الإنسان في كتابه العزيز، عندما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحافظة على جسم الإنسان مهم جدا لكيفية المعيشة وكيفية تكملة حياة الإنسان. طيب، احنا النهاردة اتكلمنا عن الفكرة العامة اللي النص أو القصيدة بتاعتي بتتكلم عنها. لو حبيت أتكلم عن الأفكار الجزيئية، يعني إيه الأفكار الجزيئية أو الأفكار الجزئية؟ يعني عندي كل بيت أو كل مجموعة من الأبيات لها فكرة معينة قصد الشاعر بتوجيهها. طيب، في البيت الأول والثاني، البيت الأول والثاني قصد الشاعر أن يوجه دعوة إلى اتباع النصائح التي تكفل صحة القارئ وسلامته. يعني ايه؟ الشاعر هنا يدعونا الى مجموعة من النصائح التي يجب على القارئ اتباعها لكي تحميه وتقيه السلامة دائما. رقم 2، النصائح والارشادات المهمة لصحة الانسان، وهذا يتضمن البيت الثالث الى البيت التاسع. الفكرة الثالثة هي نتيجة اتباع الإرشادات والنصائح، ما النتيجة أو ما العائد من اتباع هذه الإرشادات والنصائح التي قدمها لنا الشاعر أو الكاتب، وهذا يكون في البيت العاشر. لو جينا نقرأ مع بعض الأبيات اللي هناخدها اليوم، بناخد أول 4 أبيات مع بعض اليوم. الأبيات اللي موجودة معي هي للشاعر والطبيب أحمد الفارسي، وهو شاعر عماني معاصر وله عدة دواوين شعرية مطبوعة، من ضمنها القصيدة اللي موجودة معي اليوم وهي نصائح طبيب. هقرأ معاكم الأبيات واسمعوها وقرأوها معايا.
إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. هقرأ الأبيات تاني معاكم واسمعوها. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. هقرأ معاكم تاني يا صف خامس. نقرأ الأبيات تاني آخر مرة مع بعض. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. دي الأبيات اللي هندرسها مع بعض اليوم، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نأخذ باقي الأبيات. والثاني معي. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما. الشاعر هنا بيقول إيه؟ إذا أردت أن تحيا أو تعيش حياة سليمة صحيحة خالية من الأمراض، وتمضي أي تقضي درب عمرك مستقيما، الدرب هنا معناها الطريق، ولكن المقصود به هنا باقي عمرك، وتقضي باقي عمرك مستقيمة، مستقيمة أي صحيحة، صحيحا ذو بنية جيدة، ذو صحة جيدة. إذا أردت أن تعيش معافى وتقضي باقي عمرك بصحة جيدة، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. يعني إيه؟ خذ بعض النصائح والتوجيهات والإرشادات. خد بالك معي هنا، خذ فعل أمر، خذ فعل أمر هنا. الشاعر هنا يأمرك أن تأخذ النصائح من طبيب. أي طبيب؟ قال لك لا، هو هنا نكرها، هنا قال لك أي طبيب هنا الإيه؟ للتعظيم، ولكن قال لك الطبيب الذي قام بتطبيب الورى. تطبيب الورى هنا اللي هو هنا بمعالجة الخلق، الذي يعالج الخلق أو الناس، فإنه بذلك أصبح عنده معرفة أو عنده خبرة كبيرة في كيفية تقديم العلاج للمرضى. فالشاعر هنا تاني بيقول لك إيه؟ بيقول إذا أردت أن تعيش أو تحيا حياة صحيحة بصحة جيدة خالية من أي مرض أو خالية من الأمراض، وتقضي باقي عمرك بصحة جيدة، تعيش عمر أطول، تعيش حياة أطول، وتعيش عيشة هنيئة سعيدة بدون شكوى، بدون تعب، بدون ألم، كيف ذلك؟ استمع معي إلى بعض النصائح. هكذا يقول لك الشاعر، استمع إلى نصائح الطبيب وخذها منه جيدا، فهو أكثر شخص عنده خبرة ومعرفة بهذه النصائح، لأنه قام بمعالجة كثير من الناس وكثير من الخلق، فأصبح ذو معرفة وخبرة في هذه النصائح. معايا؟ معاني المفردات اللي موجودة معايا؟ تحيا مرادفها تعيش، والمضاد هنا الموت، تطبيب الورى أي تقديم العلاج للمرضى، أضحى فهيما أي أصبح عليما، وهي هنا كناية عن خبرته ودرايته بمعالجة الناس أو بمعالجة المرضى، شئت مرادفها أردت،
والضرب هنا الطريق، ولكن المقصود به في القصيدة معي هنا باقي عمرك. لو جيت تعالوا مع بعض نشوف مظاهر الجمال الخاصة بالبيتين اللي موجود معايا، البيت الأول والبيت الثاني. هلاقي إن أول مظهر معي هو أسلوب شرط، وأداته هي إذا. ليه؟ لأنها تربط بين السبب والنتيجة. تمام، برافو عليكم، فاكرين السبب والنتيجة لما احنا كنا بناخده قبل كده. طيب فين السبب والنتيجة اللي موجودين معايا؟ شاعر هنا بيقول لي إذا ما شئت أن تحيا سليما. طيب كيف أحيا سليما؟ كيف أقضي باقي عمري صحيح وبصحة جيدة؟ النتيجة تكون إيه؟ خد بعض النصائح من طبيب. تمام، برافو عليكم. يبقى نتيجة إن أنا أخذ النصائح من الطبيب حييت وعشت حياة سليمة بصحة جيدة خالية من الأمراض. يبقى أنا عندي هنا أسلوب شرط، أسلوب شرط هنا أداته إذا. تحيا وتمضي، تحيا وتمضي هنا أفعال مضارعة، على ماذا تدل لو فاكرين؟ تمام، برافو عليكم، تدل على التجدد والاستمرار. تحيا تمضي، الفعل هنا يدل على تجدد واستمرار الفعل، أنه ما زال يحيا وما زال يمضي ويستمر في حياته ويقضي عمره سليما صحيحا. تمام، خذ، خذ هنا فعل إيه؟ على أمر. إذا الأسلوب هنا أسلوب أمر، وأسلوب الأمر هنا زي ما احنا تحدثنا عنه غرضه. تمام، برافو، النصح والإرشاد، فهو يأمره وليس من سبيل الأمر والتعنيف، ولكنه الغرض هنا لنصيحته وإرشاده إلى اتباع الأساليب الصحيحة أو السليمة. النصائح هنا جمع للكثرة، وهذا يدل على أهمية النصائح التي يقدمها الطبيب لمرضاه أو لأي شخص يريد أن يتابع حياته بصحة جيدة. الطبيب هنا جاءت نكرة لتعظيمه، للتعظيم. الطبيب هنا جاءت نكرة، نكرة للتعظيم. تمام، تعالوا مع بعض نشوف البيت الثالث. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقل سليم. النصيحة التي يقدمها الطبيب هنا وهي أن العقل السليم في الجسم السليم. فالشاعر هنا يخبرنا بأن الإنسان ذو بنية جيدة أو ذو جسم سليم يكون حتما لديه عقل سليم، وهو يتوافق مع هذه المقولة أو الحكمة التي ذكرناها قبل سابق، العقل السليم في الجسم السليم. فالإنسان الذي لديه بنية جيدة وصحة جيدة فيستطيع أن يفكر، يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يمارس حياته بشكل جيد. وليس الشخص الذي يكون ضعيف هذيل يركض في فراشه، لا يستطيع أن يقوى على فعل الشيء، لا يستطيع أن يمارس أبسط العمليات البسيطة، فهو لا يستطيع أن يفكر كيف يمارس حياته. فالإنسان ذو صحة جيدة وذو بنية جيدة فهو يستطيع أن يتجول في أي مكان، يستطيع أن يفكر في أي شيء، يستطيع أن يدرس دراسة جيدة، يستطيع أن يتعامل مع أي شيء. هذا الإنسان ذو بنية جيدة زي ما احنا قلنا قبل كده، لديه طاقة كبيرة لكي يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يحل أي مسألة أو أي مشكلة تقع أمامه معايا. ومن مظاهر الجمال هنا أيضا أن الشاعر اقتبس أو أقام هذا البيت على اقتباسه من الحكمة المشهورة التي تقول أن العقل السليم في الجسم السليم. وأيضا هنا الشاعر استخدم أسلوب الشرط بأداة إذا، فهي تربط أيضا بين السبب والنتيجة. فالسبب هنا الجسم السليم، والنتيجة هنا تصبح أن العقل يكون سليم لأنه يفكر بناء على الجسم الذي بني بصحة جيدة. في البيت الرابع معايا
شاعر بيقول لي: فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. يأمرك الشاعر هنا أيضا بأن تراقب بدنك وتراقب صحتك، ولا تترك جسمك عليلا هزيلا ضعيفا. لا تترك هنا أسلوب نهي، ينهاك الشاعر هنا عن التكاسل في مراقبة جسمك حتى لا تصيبك الأمراض. فراقب صحة البدن المعافى، هنا أسلوب أمر أيضا، غرضه هنا النصح والإرشاد. الشاعر هنا ينصحك ويأمرك ويرشدك بأن تتابع جسمك وتراقبه بشكل دائم حتى لا تدعه عرضة للأمراض. تمام؟ فهنا الشاعر يدعوك إلى الاهتمام بصحتك والقيام بكل الوسائل التي تبقي جسمك معافي خاليا من الأمراض. فالبدن هنا قصد بها الشاعر هنا الجسم، أي جسم الإنسان. وراقب هنا فعل أمر، غرضه هنا النصح والإرشاد. لا تتركه أسلوب هنا نهي، غرضه النصيحة. هناك ترادف أيضا بين صحة ومعافاة وبين معتلا وسقيما، ويوجد أيضا تضاد بين صحة ومعتل وبين معافى وسقيم. دي كانت مظاهر الجمال اللي موجودة معي في البيت الرابع، والمعاني اللي كانت موجودة معي في هذا البيت أيضا. وإحنا كده شرحنا الأربع أبيات من هذه القصيدة. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نستكمل باقي أبيات القصيدة. شكرا لكم يا صف خامس، ويا رب تكونوا استفدتوا معي اليوم. نذاكر النص ونذاكر الأبيات ونذاكر الشرح كويس، وإن شاء الله بإذن الله نستكمل القصيدة المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.